في تطبيق تاني بقى عايزة أكلمكم عنه، تطبيق الإنستجرام. إنستجرام في أخبار كده بتتداول يعني عن إنه هيطلق خاصية الدفع مقابل متابعة حسابات المشاهير، والسؤال اللي على طول هيجي في بالك إنه هل أنا عندي استعداد أدفع أو أعمل اشتراك عشان أتابع حد؟ ما أعرفش يعني، لو سألتني أنا شخصيا أقول لك لا، ما عنديش استعداد أعمل ده. بس واضح إنه الصناعة دي وصناعة المحتوى وتحديدا لبعض الشخصيات الهامة جدا والمؤثرة على مستوى العالم، يعني وسع كده زاوية تفكيرك، ما تفكرش بس في الناس اللي انت بتتابعهم هنا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي، لكن هتلاقي ان في ناس فعلا الخبر منهم ليه قيمة، والخبر منهم يترجم لفلوس، والخبر منهم بتتابع وكالات أنباء كبيرة. ف هل ممكن ده يحصل انه المتابعين ابتدوا يتداولوا او يتناقلوا الموضوع ده؟ لم يتم الاعلان عنه اصلا من انستجرام رسميا، لكن بيتم التفكير في اضافه زرار اشتراك، اشتراك مدفوع للحسابات على المنصه. يمكن يكون ده هيتيح انك تشوف محتوى مختلف، انك تشوف حاجات مش هتبقى معلنه للعامه، وطبقا لاشتراك شهري، وده حسب رغبه الشخص او السليبرتي ده عشان يزود ربحه وفي نفس الوقت لزيادة ربح الإنستجرام. بالتأكيد الخاصية دي ممكن تغير بشكل كبير من صناعة المحتوى، وممكن تترجم كمان في صناعة المحتوى المدفوع إنه بقى مش بس ملك للمنصات، لكن هيبقى ملك لأصحابه اللي بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا وبيقدموه وبيبقوا منتظرين العائد أو الربح من المنصات نفسها. المنصات بتفتح الباب أوسع وبتقول للناس لا ممكن تشترك. مش قادرة ألاقي منطق لده لو أنا بتابع صورة مين راح فين يصيف، لكن قادرة أفهمها لو أنا بتابع شخص المحتوى بتاعه مهم مفيد بالنسبة لي، فهعتبر نفسي كأني اشتركت في كورس أو اشتركت في حاجة مفيدة. ممكن تبقى الحكاية معقولة. وعندنا أسئلة بقى، يعني احنا هل معقول مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت متاحة بشكل مجاني طول الوقت هتبقى مدفوعة وخلاص ما فيش حاجة مجانية زي ما احنا بدأت حتى المشاهدة ما تبقاش مجانية أبدا وتغيرت أساليب المشاهدة؟ دي كلها أسئلة كتير بتطرح نفسها وإحنا بنتكلم عن خاصية جديدة في الإنستجرام. دكتور عصام الجهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي معانا على التليفون. مساء الخير دكتور عصام، وأهلا بيك في تسعة. مساء الخير، أهلا مدينة تسعة. أنا بس محتاجة أفهم أو حضرتك تصحح لنا، إلى أي مدى ده وارد أو مقبول إن أنا بتابع حد فبقيت أبقى محتاج أدفع اشتراك عشان أتابعه؟ هل حضرتك شايف إنه ده هيبقى ليه جدوى أو هيبقى استثمار جيد إذا أطلقته المنصات وتحديدا انستجرام؟ من وجهة نظرهم هم أكيد طبعا له جدوى، بس قبل ما نتكلم في الجدوى اللي تخصهم خلينا نشوف جدوى بالنسبة لمجتمعاتنا إحنا. أولا نعلم جميعا أن من شهرين تقريبا الأمم المتحدة قررت بأن المفروض الدول لها حوالي 15% من إيرادات المنصات للسوشيال ميديا والمالتي ناشونال اللي بيشتغلوا في هذه الدول. تقدير جدا أن هم كمان يبدأوا يفكروا أن الفلوس دي مش هيدفعوها معاهم، دفعوها للمستخدمين بتوعهم ويرجعوا هم كمان يدفعوا، ده رقم واحد. فده سبب أكيد في الخلفية. لكن انا اتخيل ان حتى لو ما كانش في نسبه ال 15% ديت هتندفع كانوا اجلا ام عاجلا رايحين لذلك. النهارده السوشيال ميديا هي ادمان للشعوب، احنا عندنا على سبيل المثال 60 مليون متابع لمنصات السوشيال ميديا المختلفه. ده حقيقي. ده سوق في حد ذاته، في صانعين للمحتوى بيرفعوا المحتوى بتاعهم على كل منصه، انا مش عايز اسمي منصه بعينها يعني. بس يا دكتور هو سوق احد المنصات من قيمه تقريبا سنه او اكثر عمل اشتراك، لانك لو مش عايز تشوف اعلانات جوه المحتوى اللي بيطلع من عندي يبقى موجود، فبقى وسيله دخل جديد بالنسبه لها تخش لها، ومع ذلك عندها الدخل الثاني اللي جاي من الاعلانات. كل المنصات هتعمل كده؟ نعم، اجلا ام عاجلا حتى هتبقى خدمه المحتوى اللي بيتقدم من السوشيال ميديا هيبقى مدفوع، وهيبقى في طبقات وهيبقى في بقاء. اسال بقى سؤال المهم، ما هو احنا بندفع فعلا، احنا بندفع لاننا احنا زبون الاعلانات بتاع المنصات دي، واحنا اللي بنتعرض لهذه يعني الموجات العنيفه من الاعلانات اللي هو بطبيعه الحال بيكسب منها صانع المحتوى بتكسب منها المنصه.
فايه جدوى انه كمان الشخص يدفع اشتراك؟ وهل حضرتك مش شايف انها ممكن تتسبب في هروب بعض الناس؟ انا مش ههتم بصراحه انا شخصيا اتابع شخص بيعمل اعمال فنيه او اعمال مش ههتم اني اشترك عند منصات كتير. يعني قولي منطقيتها وجدواها في التطبيق تحديدا، في مش بقول بس شعوبنا العربيه، لكن معظم المستخدمين هم مستخدمين بدافع الفضول مش بدافع التعلم يعني. طب تمام، وهم دول اللي هيكسبوهم بجد؟ ومين قال ان المحتوى اللي بيتقدم اصلا له قيمه عشان يندفع له فلوس او اشتراك؟ خلينا نتفق ان للاسف بما ان السوشيال ميديا بقت ادمان، فالمحتوى اللي بيتقدم فيها سواء على منصات اللي بتقدم محتوى فيديو او سينمائي او خلافه بتقدم اصلا منتج سيء في بعض الاحيان، والناس برضو بتدفع. هو خلاص بقى عارف السوق، هو خلاص بقى كاشف مين مستهلكينه مين مستخدمينه، عنده بيانات الناس كامله. فانت حضرتك بتدافعي على منطق ان احنا المفروض ندفع لما اكون باخد قيمه مضافه. لا، هم عارفين ان هم مش بيقدموا اصلا قيمه مضافه، وفي من انا اسف يعني من التافهين او اللي مش مهيئين ان هم يحكموا على الاشياء هي قيمه مضافه ولا لا وبيدفعوا. حضرتك انا متفهم انك بتدافعي عن قضيه يا جماعه احنا المفروض ندفع مقابل ان انا افهم حاجه، اعلم حاجه، اشوف حاجه مفيده. للاسف الشديد ان جمهور السوشيال ميديا مش بيفكر كده اصلا، الغالبيه قطيع قد يدفع فلوس بلا مقابل من غير ما ياخد اي مقابل للاسف. وهم طبعا يعني هيبقى سؤال ساذج لو سالت حضرتك، هم دارسين النفسيات ولا لا؟ هم طبعا دارسين نفسيات الناس وفاهمين استعداد الناس وقبولهم، مش كده؟ صحيح. عارفين عندهم كاستمر بيهيفير اناليسيس كامل، تحليل لسلوك المستخدمين شخص. بياناتنا متاحه مش احنا بس، العالم كله يعني. طب لكل المنصات اللي احنا مشتركين عليه، عارف انت بتحب ايه، عارف انت بتحب تتفرج على ايه، عارف انت عايزه تسمعي ايه، عارف انت بتخش على الحاجات المفيده قد ايه والحاجات اللي مش مفيده قد ايه. فاحنا في واقع الامر ده السوق الوحيد اللي في العالم اللي مكشوف سلوك المستخدم بالنسبه له اكتر من اي سلعه اخرى. ويعني حضرتك بتميل الى ان الفكره دي قابله للتطبيق. ممكن تقولي طيب الجانب الثاني، يعني من جانب المشاهير نفسهم او صناع المحتوى، ايه ممكن يكون الشكل؟ يعني هو بالتاكيد يهمه الانتشار، يعني ودلوقتي الناس بتتفاخر بعدد المتابعين سواء كان حقيقي او مزيف، لكن ده مهم. ايه الشكل التاني اللي ممكن يكون بيقدم لصناعه المحتوى المجاني او المدفوع؟ يبقى شكلها ازاي؟ تمام، اولا هو هتبقى الفكره مطروحه بشكل مشاركه، ان انا لما بعمل كده انت هتكسب وانا هكسب. هو مفيش خيارات، خلي حضرتك انت اللي عندك اكونت وله عدد متابعين كثير. هو انت عندك كنترول على الاكونت بتاعك؟ هو انت امتلكتيه؟ انا هقفله لو انت ما وافقتيش. فالمشاهير مع احترامي ليهم يعني انا هاخد فلوس، هاخد فلوس. هما برضو اداه في جوه الصناعه الكبيره عشان تستمر مع المتابعين دول. وبيجي لك دخل منهم، انا هشاركك في هذا الدخل. ومفيش يا جماعه احنا ما عندنا، هو هل في قوانين بتحكم السوشيال ميديا؟ هل في شركه من منصه من المنصات او شركه من شركات السوشيال ميديا في قانون على مستوى الدوله على مستوى العالم بيحكمهم؟ لا، هم عندهم قوانينهم الخاصه اللي هتطبق على الصغير وعلى الكبير. طبعا الفكره هتتروج الاول على انها مشاركه، لكن هي في واقع الامر انا يعني بقتطع من ايراداتك ليا، انا لو وفرت لك المنصه اللي تجيب لك ايرادات. ده المنطق اللي بتحكي، ده اكيد يعني. فانا هقتطع منها الجزء اللي يجي. المشاهير توافق او ما توافقش، هتوافق يعني. مش حاجه يعني، ما اعتقدش حاجه اختياري. هو حضرتك واقعي، بس واقعي وشايف ان الصوره زي ما هي في الارض يعني. طيب عايز اسال سؤال تاني بخصوص خاصيه جديده برضو النهارده في كلام كتير عنها، وهي انه تطبيق النوتيفيكيشن او الاشعارات لو حصل سكرين شوت لمحتوى او لحوار شخصي على الماسنجر. شايف ان دي قيمه مضافه برضو في خدمه الماسنجر او خدمه الرسائل عموما؟ وهل ممكن تتطبق في تطبيق تاني زي الواتساب مثلا؟ لانه يعني السكرين شوت دي خربت بيوت يعني. والله اتمنى تتطبق في كل المنصات عشان خراب البيوت الاخرى ما تتخلفش. متفق معاكي تماما يعني. يا ريت يقفلوا كل السكرين شوت في كل التطبيقات اصلا، لان فعلا ودتنا لمشاكل اجتماعيه كتير جدا. بس انا برضو هل احنا اللي نقدر نقول لهم اعملوا كده؟ لا، هم وقت ما بيقرروا يعملوا حاجه، طبعا انت عارفه يعني احنا ليا مدرسه في التقنيه، انا اجنس الاستخدام السيء لكل منصات السوشيال ميديا، وانها محتاجه تنظيم، وانها محتاجه تقنين سواء على مستوى الامم المتحده او لازم يكون لها ميثاق اخلاقي على الجميع.
صعب ان احنا نعيش في يا جماعه بقى ده مجتمع موازي صح غير قوانينهم. واحنا كل ما بنتكلم عن دولة القانون في مصر او في اي دولة في العالم بتلاقي انه في مجتمع تاني مكسورة فيه كل الحدود وكل القوانين، وبالتالي بتصعبها علينا في الارض في الواقع الحقيقي. يعني مع حضرتك ان شاء الله، يعني اتمنى في يوم من الايام الامم المتحدة وكل الدول تتفق على كود اخلاقي لتنظيم السوشيال ميديا وتحافظ على حقوق الفرد والمواطن والمجتمع باي شكل من الاشكال. لازم تكون مشاركة مع هذه المنصات اللي أنا بعتبرها تاني استعمار تكنولوجي للشعوب من غير ما يطلع جيوش، وقادر أن يطلع من جيبهم فلوس كمان. طب أخيرا عايز أسأل حضرتك، هل شايف أنه السوشيال ميديا ممكن تتحول زي ما تحولت صناعة الترفيه والمشاهدة والتلفزيون إلى التلفزيون المدفوع مقدما والخدمات المدفوعة؟ هل السوشيال ميديا في طريقها أنها تبقى كده منصات مغلقة، كل واحد علشان يشوف المحتوى هيدفع علشان يلاقي المحتوى اللي يشبه ذوقه واهتماماته؟ يخلق مجموعه من السيرفيس او الخدمات اللي يقدر يعني ياخد مقابلها فلوس، لكن بشكل عام لا، هيفضل سايب المنصات للمجانيه لغايه ما يحصل عمليه الادمان الطبيعي، وهو يخلق مجموعه من الخدمات الجديده عنده اللي يقدر ياخد على فلوس، انما تبقى 100% بمقابل لا. 4 مليار موجودين على قطاع الكره الارضيه، موجودين على المنصات، هيصحى الصبح يقول لهم لازم تدفعوا فلوس؟ صعب مش كده؟ انما هو قادر ياخد طبعا، انما يقدر يطلع من 500 مليون نص مليار منهم او مليار فلوس والباقي سايبه مجاني؟ نعم. انا بتكلم بمنطق التاجر اللي مكاني. مظبوط، لا ومظبوط وواقعي، وحضرتك شايف الصوره وشايف ايه الجماعات المحركه والشعوب المتحركه والناس اللي بتستجيب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي. الكلام ده نقدر نقول إنه خطير ومهم وكبير، لكننا متوقعينه. ومن سنوات لو حد كان قال لك أنت هتدمن السوشيال ميديا أو المواقع دي وخلي بالك ومش هيعدي عليك يوم غير ما تحتاج إنك تروح لها ما كنتش هتصدق، لكن أنت النهارده في حالة من الإدمان والاهتمام وإحساس إنك لو ما تابعتش هيفوتك حاجة كبيرة. النهارده ممكن نكون بنقول بكل يعني أريحية لا، عمري ما هشترك عشان أتابع أشوف مين بيعمل إيه، ما نعرفش كمان 5 سنين كيف يقاد سلوكنا، لكن اللي نعرفه بقى إنه النهارده وكمان 5 سنين في زي ما في كود أخلاقي الناس مستنياه يفرض على المجتمعات، في كود أخلاقي شخصي. يعني زي ما في ثقافة السكرين شوت، ودي واحدة من أحط التصرفات اللي بتحصل، يعني إذا ما كنتش قايل للي قدامك إن أنا هاخد سكرين شوت لمحتوانا ده وهبعته لحد فأنت خاين أو حرامي أو بتسرق. زي بالظبط التلصص على الأحاديث ونقل ما دار فيها، هو ده بالظبط ثقافة السكرين شوت. ففي ناس بالنسبة لها ده غير مقبول وما بيتعملش، ولو حد جاله سكرين شوت بيفهم أو بيكون صورة سلبية عن الشخص اللي بعت لي سكرين شوت إن هو شخص بيخون الأمانة. فبالتالي في ناس مش مستنية الكود الأخلاقي الكبير وعندها كود أخلاقي منظم لطريقتها في التواصل والتعامل، ودول بقى لا خوف عليهم يعني لا دلوقتي ولا بعدين.